ما هو الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ من الأمور التي يتعرضها الإنسان في الحياة دائما بعض المحن والمصائب التي تأخذ مسميات الابتلاء والعقوبة، ومع أن كلاهما فيه شدة ومعاناة عند صاحبه ويتفق في درجة قسوته، إلا أن ثمة فرق بينهما، وهذا الفرق يتميز به شخص عن آخر وأمة عن أخرى. الابتلاء يتعلق بالمؤمن وله أغراض أهمها اختبار صدق إيمانه وتربيته على الصبر وتمحيصه، فهو تزكية متواصلة للمؤمن، وهو بهذا الوصف كله خير، لأن الله لن يختار للمؤمن إلا الخير مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صب فكان خير له. فالمؤمن بصبره على هذا الابتلاء يحقق معاني العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، كما وفيه تقويم دائم لسلوكه، فعند وقوع الابتلاء يقف المسلم مع نفسه وقفة تدبر وتمحيص وتفكر، فيتلمس خطى سيره أهي في الصواب أم الخطأ. أما العقوبة فهي لمن انحرفوا عن جادة الصواب فاغتروا بالحياة الدنيا وزينتها وشهواتها. المؤمن الصادق يجب أن يقابل الابتلاء بالرضا والصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الجزع عند وقوع المصيبة، وعليه أن يعلم أن الخير كل الخير فيما يختاره الله له، ويعلم أيضا أن الله أبصر به من إبصاره هو بنفسه، فيكون بهذا الصبر محققا لمعاني العبودية الصالحة الصحيحة لله سبحانه وتعالى، وأن يلود إلى الله سبحانه بالتضرع والدعاء بأن يختار له ما هو خير دائما، ويخفف عنه ويلهمه رشده ويرزقه الصبر في النوائب.